المباراة تعد بالكثير وستكون فرصة مناسبة جدا لأشبال مدرب المنتخب الهولندي ماركو فان باستن للفوز بالنقاط 3 للمباراة. تنطلق في هذه اللحظة بالذات المباراة بين الفريقين وبدون إطالة تشكيلة المنتخبين. نبدأ بالفريق الضيف المنتخب الفنلندي. النجم الكبير ماركو فان باستن بيتابع لقاء فريقه طبعا على أمل حظ الثلاث نقاط. بالنسبة له سيكون المكسب في غاية الأهمية، خاصة إذا عرفنا أن النهاردة المنتخب التشيكي فاز على أرمينيا في أرمينيا 3-0، وبذلك المنتخب التشيكي رفع رصيده لست نقاط وأخطر فرص اللقاء وأول فرص اللقاء من كرة ارتدت من العارضة، والمتابعة الأكثر من رائعة في النقطة الأخيرة من خلال المتابعة الجميلة وتدخل رائع للمنتخب الفنلندي بالزيادة العددية. قلت لحضراتكم عندهم نزعة هجومية أكثر من ممتازة ينجح من خلالها في إحراز أول أهداف اللقاء. اللاعب تينيو في إحراز أول أهداف المباراة بعد البداية بسبع ثمان دقائق. إذن بداية رائعة جدا من حارس المرمى باغت الجميع، ثم العمق الهجومي الموجود، ثم المتابعة في التوقيت في الاختراق، ثم المهارة في الكرة العرضية، ثم المتابعة بالضربة الرأسية، وإعلان عن أول أهداف اللقاء. شوف التوقيت اللي تمت الزيادة فيه من كولكا، عملها ببطن رجله، العرضة أدت إنذار لدفاع هولندا بأن الهدف قادم. الإنذار بالطبع كان في منتهى الخطورة في هذا التوقيت، لأن كانت المتابعة الممتازة من اللاعب تاني ولاعب خط الوسط المتقدم من الخلف الأمام ليعلن عن أول أهداف اللقاء. إذن النتيجة 1-0 لصالح المنتخب. ماركو فان باستن وريكارد وكومان هجوم الكبار في ذلك الوقت، فان تيجنن، مورين، حوالات لمنتخب الهولندي قائمة، إدغار ديفيز، المهم اللي ما يكسلش، المهم اللي ما يستسلمش، المهم اللي ما يتراجعش، المثابرة والشجاعة وعدم اليأس والإصرار وعزيمة الرجال وهمة المحاربين ومهارة الموهوبين وتبديلات المدربين والمهارات والتقدمات والتصويبات عملوها خلصوها، وبهدف التعادل بالفعل ينجح النجم الكبير شنايدر. قلت لحضراتكم بعزيمة الرجال وهمة المحاربين ومهارة الموهوبين وإصرار المبدعين وتكتيكات المدربين نجح نجم الكرة الهولندية الصاعد المتألق شنايدر في خامس محاولة لي على المستوى الشخصي في المباراة بالانطلاقة والاختراقة وبكل أناقة يسجل هدف التعادل لأصحاب اللون البرتقالي للإعصار البرتقالي والزيادة العددية والتقدم من الخلف الأمام والمهارة الهولندية، وبقدم يسرى قوية هي في الأصل ذهبية للنجم الكبير شنايدر القادم من الخلف الأمام. صعبة تماما على حارس المرمى أنتينيمي لتصبح النتيجة التعادل 1-1. بصوا شوف فيليب كوكو بيعمل ايه، بصوا شوف اللي بيسجل رقم 6 ده لاعب وسط المفروض على الورق بيلعب على دايرة نص الملعب، انطلق واخترق في خامس محاولة ليه على المستوى الشخصي ليسجل مع الدقيقة 39 هدف التعادل. نجح في الوصول للمرمى أكثر من مرة فكان هدف التعادل بأقدام شنايدر. إدغار ديفيدز، دروس في كرة القدم، دروس في كرة القدم. النهاردة المنتخب الإيراني فاز على المنتخب القطري وادانا درس من دروس كرة القدم. تقدمت قطر مرتان وتعادلت إيران في المرتان وفازت بعد ذلك في المرة الثالثة، وادي التصويبة القوية والمتابعة الهولندية وهدف تاني عملوها خلصوها والثنائية سجلوها. فان نيستلروي بالمتابعة الجميلة بعد ما ارتدت من العارضة، ثم الجناح الأيمن كاسلين بعد متابعة ممتازة، وفان نيستلروي خليفة ماركو فان باستن، خليفة المدرب العظيم النجم الكبير، تاسع أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم في العالم هو مدرب المنتخب الهولندي الحالي ماركو فان باستن، اللي قال إن أنا بوعد الجماهير إن إحنا هنحقق الإنجازات ولكن من خلال الأداء الجميل من خلال المتعة. أدي 2-4 لابسين أصفر في الخط الأمامي، المتابعة الأولانية، أدي المحاولة على طول، وفان نيستلروي يسجل الهدف الثاني والحكم المساعد يصدق على صحة الهدف. دي قيمة لما رقم 7 الجناح الأيمن يبقى راس حربة، ودي قيمة فان نيستلروي واحد من أفضل اللاعبين في العالم في عنصر المتابعة في عنصر الفولو اللي بيتعمل على المرمى. فان نيستلروي بالمتابعة داخل منطقة الجزاء، هو ده مكانه داخل منطقة الجزاء، وتشعر وكأنه ولد النجم الكبير فان نيستلروي. بالفعل هو واحد من أهم مواليد منطقة الجزاء في الكرة العالمية ليس فقط في الكرة. يخلي مجموعة خط الوسط معظمهم لعيبة كرة مهاريين، يعني عنده شنايدر مهاري جدا، كاستلين جناح أيمن، كيف
جناح ايسر، فاندر بارت لاعب وسط مهاجم وراس حربه، فان نيستلروي قدام حضراتكم محطه جميله، انطلاقه من جديد، فارق السرعه، عمل دوران مع سبيد تيرن، شوف السرعه والمهاره والرشاقه، خدها باختراقه، كان التحضير والتصويب والهدف الثالث لا يرحم، ماركو فان باستن الجديد، فان نيستلروي النجم الكبير لا يرحم، هو واحد من اهم مواليد منطقه الجزاء، وخطا من المدافع الايسر باسانين، واستغلال من المهاجم الايمن لهولندا كاستلين، وافضل استغلال من المهاجم الهولندي الكبير فان نيستلروي من لمسه واحده. بصوا شوف التحضير، هو اصلا اللي بدا الهجمه من تحت، هو اللي كملها في الامام، ولكن شوف التركيز، حتى هذه اللحظات فان نيستلروي بره اللعب، لا مش بره اللعب، بدات الكره العرضيه، بص حضراتكم في الصوره مش موجود، مش موجود، فجاه هنلاقي طياره صفراء جايه، ادي الطياره البرتقاليه، ومن كره عرضيه ارضيه وبتصويبه قويه سجل الثلاثيه، النجم الكبير فان نيستلروي يواصل التهديف، فان نيستلروي يواصل التهديف، النجم والهداف المخيف، مرعب وبعبع كل حراس المرمى في العالم، تحديدا في الدوري الانجليزي، وهنا في المشاركه الاوروبيه فرحه ماركو فان باستن وفرحه النجم الكبير فان نيستلروي، وخطا هذا المدافع باسانين اللي لعب على هذا الملعب وفي هذا المكان لمده سنتين، كان الكلام ده من قوية جدا المنتخب الفنلندي، وقوة الإعصار البرتقالي فيها كانت أقوى من السيطرة الفنلندية، أقصى اليسار، مهارة جميلة من جديد، الكرة العرضية تبحث عن رأس كوكي وتغطية دفاعية ممتازة، برونك هورس اللي لسه نازل ملتزم منضبط، مش نازل مقموص، مش نازل زعلان، مش نازل متضايق، ماكاي صاحب الحذاء الذهبي ومرشح ليكون أفضل لاعب في العالم منضبط ملتزم، ونهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة وانتصار رائع وجميل للنجم الجميل الهولندي ماركو فان باستن بعدما تأخر بهدف للمنتخب الفنلندي، نجح في إحراز ثلاث أهداف، هدف لشنايدر وهدفين لفان نيستلروي خليفة ماركو فان باستن في الكرة الهولندية، ماركو فان باستن مدربا، فان نيستلروي هدافا، شنايدر أحد نجوم المباراة، المنتخب الهولندي يرفع رصيده من النقاط إلى 7 نقاط، يحتل المركز الثالث من 3 مباريات، المنتخب الفنلندي يتجمد رصيده عند 9 نقاط من 5 مباريات، يتراجع مع الأولى 6 نقاط من 3 مباريات. هذه تحياتي محدثكم أحمد الطيب.